بقى اسالك على المسابقه نفسها، الدوري العام شايفه عامل ازاي؟ شايف الدنيا الولع اللي شغاله فوق وتحت دي؟ دوري دوري تعمل فيها ايه؟ اول طبعا بحيي الفريق المصري البورسعيدي بشكل كبير جدا، مأدي لغايه دلوقتي يعني المصري 20 بونت ولعب 11 مباراه، يعني تحت الزمالك بمباراه. في المركز الثالث سيراميكا بحييها، المقاصه الى حد ما، الجونه. الدوري صعب، انما دوري صعب في النهايه ما بين الاهلي والزمالك برضو ما فيش كلام، مع احترام الكل لهذه الفرق، في كل الفرق دي بتتنافس على المركز الثالث والرابع، كان المصري كان سيراميكا، المصري، المقاصه، الجونه، بيراميدز. بيراميدز ما يرجعش يعني، بيراميدز بدا يفوق، كسب في الدوري ماتش، كسب افريقيا خارج ملعبه، ان شاء الله يكسب افريقيا في العوده، يعني ما يقدرش يعوض اللي فات يا كابتن علاء. مع وجود الاهلي والزمالك هيبقى ممكن صعب. ممكن ينافس على الثالث، ينافس على الثالث مش على البطوله، مش على البطوله. الاهلي والزمالك بقى الصراع اللي انت شايفه السنه دي عامل ازاي؟ لا انا شايف ان القريبين او من بعض قريبين، يعني عكس كل الزمالك سنة كنا عكس كل سنه كان الزمالك بيفقد نقاط كتيره جدا، الاهلي بيتقدم، او العكس ان الزمالك، بس الزمالك حافظ يعني يفضل في المنافسه باستمرار، يعني الزمالك ماشي بشكل كويس قوي. انت بتحسبها ازاي يا كابتن شوبير؟ عدد النقاط المفقوده قد ايه؟ 18 بونت في 12 مباراه. انت انت بتتكلم حضرتك 12 مباراه في 3 ب 36 لا 36 9 بونت. لا هو يعني خسران 18 بونت، خسران 18 الزمالك. انا بتكلم على بيراميدز. لا لا بيراميدز لا الزمالك خسران فقد نقاط قليله، تعادلين وهزيمه. بالظبط كده، تعادلين وهزيمه، يعني 7 نقاط. تعادلين ادي 4 بونت وهزيمه 7 بونت. 7 بونت ده فقد قليل جدا. لما نقول بيراميدز فقد 18 نقطه كتير وعايز لا كتير فدي المقدمه. انا بقول ما بين الاهلي والزمالك على المنافسه الدوري، لكن ما تقدرش تقول من البطل. لا لسه لا لا لا، اذا حافظ الزمالك على مستواه هيبقى المنافسه حتى النهائي، لغايه النهايه.